الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير حلم الزرافة في المنام للإمام ابن سيرين، فتابعونا وما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. يقول الشيخ محمد ابن سيرين طيب الله ثراه في تفسيره رؤية الزرافة في المنام أنها دليل على طول العمر للرائي. رؤية الشخص في المنام للزرافة رؤية تدل على أن الرائي سيحصل على الكثير من الخير. حسب قول الشيخ ابن سيرين رحمه الله، فإن رؤية الزرافة في الحلم في بعض الحالات تدل على خسارة الرائي لأمواله. إذا رأت الفتاة العزباء في حلم حيوان الزرافة دل ذلك على أن الرائي سوف يوفقه الله في تحقيق أحلامه وأمانيه وطموحاته التي تسعى جاهدا للحصول عليها. رؤية الفتاة العزباء في المنام لذبح حيوان الزرافة دل ذلك على أن الفتاة ستتزوج من رجل هي لا تريده، وسيتم الزواج رغما عنها. الزرافة في حلم الفتاة العزباء رؤيا تبشر الرائي بطول العمر وبعدها عن ارتكاب الأسامي والمعاصي. يقول الإمام الصادق في تفسير رؤية الزرافة في المنام أنها ترمز إلى السيدة فائقة الجمال. إذا رأى الشخص في منامه زرافة وكان هذا الشخص يعمل في التجارة تدل الرؤية على خسارة أمواله أو تعرضه للضياع. رؤية الزرافة في المنام تبشر الرائي بالأخبار السر الغير متوقع سماعها. رؤية السيدة الحامل في المنام للزرافة رؤية تبشر الرائي باقتراب موعد الولادة وأن الولادة ستكون سهلة وستمر على خير وسيرزقها الله بمولود كما تتمنى. فإذا كانت المرأة تتمنى مولود ذكر فسيكون كذلك. رؤية الشاب في المنام للزرافة رؤية تدل على أن الشاب سيتزوج من فتاة جميلة وتمتلك المال. الزرافة في المنام تدل على الصبر ومدى تحمل الرائي للصعوبات والأزمات، ولكنه في نهاية الأمر سيتخطى كل ذلك وسيتغير حاله للأحسن. رؤية الرجل في منامه للزرافة توجد بالقرب منه أو تضيع رأسه عليها دل ذلك على أن الرائي سيسعد بتحقيق هدف يسعى إليه ويتمناه قريبا جدا. إذا رأى الرجل في المنام أن الزرافة تبتعد رأسها عنه دل ذلك على أن أمنية الرجل ستتحقق ولكن بعد فترة طويلة. رؤية الرجل في الحلم أنه يأكل لحم زرافة، تلك الرؤية تدل على أن الرجل سيتزوج من امرأة ذات منصب وقوة أو ذات جمال أو ذات مال أو امرأة تتسم بالقوة. الزرافة في حلم الرجل ترمز إلى تحقيق الطموحات والأحلام. الزرافة في المنام رؤية تشير إلى أن الرأي شخصا محب للحق ولا يحب الظلم. إذا رأى الرجل في منامه أنه يقتل زرافة دل ذلك على أن صاحب المنام شخصا مقصر في صلاته ولا يحافظ عليها. رؤية الزرافة في المنام بدون سبب واضح تدل على الإصابة بمشكلة صحية أو ضائقة مالية. رؤية المرأة المتزوجة في المنام للزرافة رؤية تبشر صاحبة المنام بالخير الكثير والرزق الوفير. إذا رأى الرجل في الحلم أنه يعانق الزرافة دل ذلك على أن الرائي يوجد بينه وبين عائلته خلافات ومشاكل ولكنها ستمر قريبا وسيحدث الصلح فيما بينهما. رؤية قرون الزرافة في المنام رؤية تدل على وقار المرأة وهيبتها. إذا رأى الشخص في منام
منامه أن الزرافة تتناول طعامها دل ذلك على أن الرأي سيحصل على الكثير من الرزق بسبب سعيه وعمله. رؤية الزرافة في المنام من الرؤى الجيدة الذي تبشر الشخص الحالم بأنه سيحصل على ما يتمناه وأنه سيعيش عام مليء بالأحداث المفرحة السارة. كما أن رؤية الزرافة تدل على أن الرأي يتسم بالكثير من الصفات الحسنة مثل القوة والصبر والتواضع. إذا رأت المرأة في الحلم أنها تأكل لحم الزرافة دل ذلك على أن الرائية تظلم امرأة أخرى وهذه المرأة ذات علاقة قوية بها. بينما إذا رأى الرجل في المنام أنه يتناول لحم الزرافة ويأكله دل ذلك على أن صاحب المنام سيتزوج من امرأة ذات مكانة مرموقة ومال وجمال. ذبح الزرافة في الحلم هي رؤية تدل على أن الرائي يضغط على نفسه ويقدم مجموعة من التنازلات الخاطئة الذي تضر بكرامته ولن تجد نفعا. رؤية ذبح الزرافة رؤية سيئة تدل على أن صاحب المنام سيواجه فترة عصيبة مليئة بالمشاكل والهموم والأحزان. رؤية الشخص في المنام أن هناك زرافة تلاحقه فسر بعض العلماء ذلك على أنها بشرى لصاحب المنام باقتراب موعد تحقيق أمانيه وأهدافه. أما إذا رأى الشخص في منامه أنه يهرب من زرافة تطارده دل ذلك على أن الرأي سينجو من مرحلة عصيبة في حياته. حسب تفسير الشيخ النابلسي فإن الزرافة في الحلم تدل على السيدة الذي تستهدف الرجال وتلحق بهم والله تعالى أعلى وأعلم. ذكر الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله أن رؤية الزرافة في المنام دليل على الفرص السمينة والأمانة التي ستتحقق للرأي. والزرافة قد تشير إلى سنة خصبة مليئة بالخير والأحداث السعيدة والسيارة في حياة الرأي والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ورؤية قرون الزرافة في الحلم دليل على كياسة وهيبة المرأة. ورؤية الزرافة تأكل طعامها في المنام دلالة على الرزق بسبب عمله. وقد يكون الرأي يعمل مدرس أو محامي أو فقيه أو قاضي أو صحفي. ومعروف عن الزرافة أنها تتحمل العطش ولا تشرب الماء إلا القليل. وعليه تشير رؤية للزرافة إلى الصبر وقوة التحمل ومقاومة الشهوات. والزرافة في الحلم دليل على نظر الرأي الصائبة والسديدة في اتخاذ القرارات وتقييم شؤونه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وقد تشير الزرافة في حلم المرأة المتزوجة إلى وجود خطر يحوط بأبنائها. وقد تدل الزرافة أيضا إلى تدهور العلاقات الأسرية. وقد تشير إلى تفوق الرأي في مجال عمله ودراسته والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وعن رؤية الزرافة في المنام للعزباء فهي تشير إلى حال العزباء في الدراسة أو العمل. ومعانقة الزرافة في الحلم دليل على الصراع والخلافات الأسرية بين الرائي وزملائه أو بين الرائي وأقاربه. ويشير لون الزرافة في الحلم إلى قدرة الرائي على حماية نفسه بتجنب كيد الآخرين والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الزرافة في الحلم تحمل الكثير من المعاني والدلالات التي قد تكون خيرا في حالات وشرا في حالات أخرى. والزرافة من الحيوانات الأليفة والتي تشتهر برقابتها الطويلة. وفي عالم الأحلام ترمز رؤية الزرافة إلى القدرة على إدارة الأزمات والحكمة والفطنة والوعي والقدرة على اتخاذ القرار السليم. ولكن هناك بعض الحالات التي قد تكون رؤية الزرافة في المنام رؤية سيئة. ومن خلال السطور القادمة طبعا احنا قلنا لكم الزرافة في المنام عاملة ازاي وده تعرفنا عليه كله. وانتوا شفتوا رؤية الزرافة معظمها خير والحمد لله يعني الشر فيها قليل. فالزرافة رؤيتها ما شاء الله رؤية بصفة عامة جميلة يعني الشر فيها احنا قلنا ايه قليل جدا. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة
فمن قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لن يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا أيضا قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، السورة 30 آية، فهي المانعة من عذاب الله في القبر. ولا تنسوا أيضا قراءة سورة قل يا أيها الكافرون، فإن من قرأها الله عز وجل ينجيه من الشرك ومن أهل الشرك. أسأل الله أن ينجيني وإياكم من كل سوء في الدنيا والآخرة، هذا وما كان من خطأ أو سهو أو نزلاء أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.